الشيخ علوي عباس مالكي. ولد عام 1910، نشأ بين أحضان والده عباس بن عبد العزيز المالكي، فرباه وأحسن تربيته، ثم التحق بكتاب عمه السيد حسن المالكي، فحفظ القرآن الكريم وصلى به التراويح إماما بالمسجد الحرام وهو في العاشرة من عمره، ثم التحق بمدرسة الفلاح، وكان أساتذتها إذ ذاك من أجل علماء المسجد الحرام، ولازمهم فبرع واستحق أن يقوم بالتدريس قبل التخرج. ولم يقتصر تعلمه في المدرسة، بل إنه شارك طلاب العلم في حلقات المسجد الحرام، فأخذ العلم من المنهلين العظيمين المدرسة والمسجد. من مؤلفاته فتح القريب المجيب على تهذيب الترغيب والترهيب. انتقل السيد علوي إلى رحمة الله في منتصف ليلة الأربعاء 22 من أبريل عام 1971، ودفن بمقبرة المعلى، وقد شيعه الألوف من أهل مكة والمقيمين والقادمين من الأطراف، وحضر جنازته كبار علماء مكة.